اكرمنا للجميع وجودنا بيلغي كله. لو حد سأل احنا مين قال له التاريخ هيقول له. بص يا شباب، بص يا عيون اختك وجال بقى، قبل ما اوريكي نوجا جايبه ايه المره دي من جرين واي، حطش لايك بالله عليك يا رب، مامتك تحب يا رب، مامتك تبقى شطوره يا رب العالمين. تعالى اوريكي بقى نوجا جابت ايه. حطيتش اللايك يا رب تنجحي، لو حطيتش اللايك عبتش تطلعي من الاوائل. ازاي ان شاء الله تطلعي؟ اي نعم، انت مش عارفه ازاي بس تطلعي. بص بقى، اول حاجه جرين واي عامله حاجه دلوقتي ايه في قلبك ولا في قلبك. فاكره اختي زمان زمان قوي لما كانت امهاتنا تمسح بالخشة، اسمها خيشه، في ناس تانية بيسموها شرشوبي، اللي عارف يغمس. المهم فوتت جرين واي لمسح الارضيات حاجه كده ايه في قلبي، بالضمان يا بنتي بالضمان. بص يا جماعه، كل منتجات جرين واي يعني مصاحبه للبيئه حاجه كده في الجنب. دي بقى يا بنات بتمتص الميه او انت بتمسحي او بتعملي اي حاجه، فظيعه فظيعه فظيعه. بصوا يا جماعه عامله ازاي وسعرها في قلبك. بصوا بقى جبت ايه تاني، جبت دي بقى، دي فوطه التنظيف، تنظيف الايه قصدي، ده جوند التنظيف. بصوا يا بني، ده بقى تنظيف الانتريهات، تنظيف كل حاجه بسم الله ما شاء الله، من جنب خشن وجنب ناعم، حاجه كده تحفه 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 تحفه. بموت في انا في منتجات جرين وين. كل الجديد هتلاقوه مع نوجا والاستاذه امل صالح. هي بصوا بقى يا بنات، بصوا ده، بصوا حاجات كده شبه الكوريين. بصي يا قلب اختك، دي منتجات الاستاذ جرين واي. طبعا انا جايباها منين؟ من الاستاذه امل صالح. حاجاتها حلوه جدا، معاملتها تحفه جدا جدا جدا. عايزه كل حبايب نوجا يخشوا عند المنشن اللي انا عاملاه لها تحت ده ويشوفوا الحاجات عندها جميله. طبعا منتجات جرين واي غنيه عن التعريف. طبعا البني ادم ده بيتلبس كده، والفوطه دي بتتحط فوطه الايدين دي انا بعلقها على المطبخ كده عشان بعد ما بخلص او جوه في الحمام اللي انت حباها، بعد ما الولاد تخلص بتنشف ايديها بتمتص الميه حلو جدا جدا. وطبعا منتجات جرين واي يعني تحفه. بصي تحطيها على الوش ده، تحطيها على الوش ده، بصوا شكلها عامل ازاي، تحفه. بصوا بقى كمان، ده بقى اسمه قرص التنظيف. قرص التنظيف ده يا بنات بينظف كل حاجه. بصوا عايزه اقول لكم، لو ايه وسخت السنين على الكوتش على الجزمه بيلمع، بيلمع الشنط، بيشيل كل الاتساخات، حاجه كده ايه، ده اسمه قرص التنظيف. بس ايه في قلبك. بصوا يا جماعه، كل الحاجات المنتجات دي مصاحبه للبيئه، يعني من غير ما تحطش اي مواد كيميائيه او الكلام ده، مجرد ما تبلي الحاجه دي وتعصريها كويس وتلمعي بيها، شوفي شقتك هتبقى قشطه قشطه قشطه، فله شمعه منوره يا عيون اختك. واما بقى الفوطه الجميله الجميله كوتشي 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 دي، بتنظفي بيها كل الترابيزات، بتمتص الاتربه، بتنظفي بيها الرخامات، بتنظفي بيها المرايات، بتنظفي بيها الشاشه بتاعه التلفزيون. كل اللي هتعمليها تنديها وتعصريها قوي كويس جدا، وبعد كده شوفي بقى الجمال والحلاوه. هسيب لكم ارقام الاستاذه امل صالح، روحوا قولوا لها احنا جايين تبع نوجا، بجد حاجتها تحفه جدا واسعارها حلوه قوي. وكمان هسيب لكم، اعمل لها منشن لصفحتها، كل اللي بيحب نوجا بجد يثبت وجود عند الاستاذه امل صالح، وقولوا لها احنا جايين تبع نوجا بنت البلد. اوعوا تنسوا تعملوا لها متابعه، دي حبيبتي.